قل الله أعبد مخلصا له ديني. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا سائل يقول: هل يوجد بدعة حسنة وبدعة سيئة في الإسلام؟ يوجد عند الخرافيين، أما أهل السنة والجماعة فليس عندهم بدعة حسنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، ولم يقل كل بدعة فيها حسنة وفيها ضلالة، بل عمم عليه الصلاة والسلام، قال: كل بدعة ضلالة. فاللي يقول إن فيه بدعة حسنة هذا يرد على الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قل الله أعبد مخلصا له ديني.